التقدير الإلهي لا يقدر إلا في نفوس قابلة. يجب أن يحاول من الآن إلى ليلة 23 أن يصل إلى هذا المستوى، وإلا إذا هذه النفس ما إلها قابلية، هذه النفس ملوثة بالمعاصي والآثام، هذه النفس غير جديرة بتلقي الفيض الإلهي. لم يبق أمامنا إلا قليل. الإنسان في هذه اللحظة يستمد العون من الله سبحانه وتعالى لكي يطهر نفسه تطهيرا كلياً.